الموضوع بتاع مشاكل ما مشاكل وكده بتاع الاخر اتفضل. ورا المقطع ما باين نعم. بحكي لك المشاكل الحاصل في الجنينة وكده وباسم الجنجويد اللي تقول في الفترة الأخيرة بموضوع إن التام جنجويد ما جنجويد ده داير الموضوع ده تشرح عليه كويس يا أخوي دايما أنا في جنجويد زي الطريقة بتاعته جزء من الطعم، وبيعطيه قلنا جزء، ما قلنا الطعم جنجبيل، جزء جزء. وعندنا الأدلة فيديوهات عرضناها في اللايف، شفتها؟ عملوا تحالف معاهم، عملوا حبيبنا اسمع، ما أنا ما بتكلم ساكت. اسمع هاي ما بنكر ان احنا عندنا اولاد بيشتغلوا مع جنجويد عندنا اولاد مجرمين بيخدموا مع جنجويد نعم. وفي نفس الوقت حتى قبائلكم بيخدموا ما تبطلونا ان احنا الوحيدين اللي كلهم بيخدموا مع كل جنجويد الافندجات كبين هنا، الافندجات ردمنا الحركات، ادارات اهليه قلنا لو امي لقيتوها جنجويتيه يدقوه، لكن ديلك ديل من القبائل، قبائلنا ديل الواحد بيتسلل كده براه كده، بمشي مع الجنجويت، بيشتغل مع الدعم السريع، لكن ما بيجيبوا على نوع اعلان، ما من القبيله كده، جيب لي قبيله كده عندهم فيديو فاتح على نوع مع الجنجويت وباركوا على الجنجويت، جيبوا. حتى لنا ما اعلنا لا لا، في فيديو، فيديو بقى عندك فيديو، ارجع اللايف، ارجع اللايف نجيب لك الفيديو، فيديو فيديو. انت تتكلم كيف يا زول؟ انت بتلعب ليه ولا شنو يا زول؟ والله لو، والله الليله لو ما لقيته ببركت لك يا جماعه، هوي حولوا لي الفيديو، هوي في 3 اللي فينا، حولوا لي الفيديو بتاعت جزء جزء عشان ركز، جزء من الأبطة والعملاء من أبناء التامة، جزء، عرفت كلامي؟ القاموا شاركوا مع الجنجبيل الفيديو، القاموا قالوا إن إحنا دايرين نتضامن معاه وبتاع، وكمان نمرين، أنت خلي ده مع جنجبيتي، أها رأيك فيه شنو كمان نمرين؟ وصابر الدارفوري، أنت نسيت يا زول صابر الدارفوري، وما أدراك ما صابر، حولوا لي يا جماعة، حولوا لي الفيديو ده سريع سريع يا جماعة، حولوا لي. أول الليل لأنه تحت بعيد شديد خالص، يهودا الحمد لله لقيت رب العالم، فإن شاء الله برضه قسما بالله هيوجه سيد الأندى، الأندى الله أكبر، سيد الأندى الله أكبر، الشيخ وجه تقديم رسالة شنو؟ بعدين أخواننا السلام عليكم، وعليكم السلام، إحنا تمام تمام يا الله أكبر، أها بعدين يا أخواننا وصلوا داري وصلوا داري وصلوا داري وصل ده كويس، وصل ده كويس، احنا كويس تروح ما الليله مو بكره ما بعد بكره كويس، احنا خلوكم رجال شادين مكانكم ونحن معاكم الله كلامنا ده اي، لكن اليوم اي انتوا جيتوا من تندلتي اي وتقولوا اليوم نرجعوا، احنا ما مسمحين له زول يرجع اليوم 3 يوم 4 يوم احنا عندنا القنم وعندنا علبه وعندنا البقر نذبح وناكل. والله انا لما اجغمك زي ده بجغمك وبجغم، شفتها فيديو ادله بالشوالات يا صاحبي، شهد شاهد من اهلها. ارجع يا زرقاوي، انا قلت جزء جزء من السفله، حتى الادارات الحاليه سفله، حتى رؤساء الحركات المسلحه سفله، ما تجي تنط علي، ما تبرر لي يا زول، امي لو جنجوي تاوي تنجغم، ابوي لو جنجويتي ينتقى، ما تجي تبرر لي قبيله ولا بتاع، انت زرقاوي، انت اي تاماوي، اي مسلاتي، اي داجاوي، اي فوراوي، انت بلاك، اي زغاوي انت بلاك، انت ما عندك علاقه بالاوروبا، انت بلاك، عندك لغه امك يا حدي هسه تتكلم بها زول ده. ارجع لاحلك يا زول، وارجع لتوحيد الزرقاء يا زول، لانه نحن توحيد الزرقاء ده بعدين بنجغم من طرف، بنجغم من طرف ونضرب ضربه من حديد. تعيش وين بعدين انت كزرقاوي؟ تعيش وين مستقبلك؟ حياتك شنو؟ ما يخشوك، ما يخمك بالخدم. هو يا زول ما في زول يجي حامل لي زول ولا يبرر لي زول. نحن لما نجغمك زي ده، نجغمك كده زي ده طوال يا زول، بنقلل لك عيونك. روعك. ما في تجي تبرر يا زول. اي قبيله عندها سفله. نحن ما قلنا القبيله كله، اي قبيله عندها سفله. السفله ده نجيبه نخطه. في الشمال هناك في سفله. في شرق السودان في سفر، في اي محل السافل ده نحن نجيبه ندقه هنا للهواء مباشره. عندنا القبائل التانيين ديل براها بمشوا هناك اللي حميتي بترقدوا له وبياكلوا بتاع معه، لكن باسم قبيله كده
انتوا ذاتوا المفروض التعامل تطلعوا ضد الناس دي تقول لهم انتوا كيف تمثلونا نحن؟ تمثلونا نحن انتوا منو ذاتوا؟ زي كمان نمرين صابر الدارفوري طلع كان يمدح فيه وجنجويتي ابن كلبي عرفت كلامي؟ نحن ما بنتكلم ساكت يا زول بيديو تصوروا انت وتجيبوا لنا ونودي لك نجيبوا لك في اللايف يشحط ضدك فيديو تصور نفسك انت وتحول لي تحول لي انا واجيب لك في اللايف ويشحت لك بوسخ تخيل انت قادر تفهم لانه اصلا انت مخ ما عندك لانه انت اصلا راسك حامض لانه انت اصلا دول وهمي لو ما وهمي افهم لما تجي في توحيد زرقاء طوالي تنضم انت محلك وين من الله خلق شفت لك برقاوي عربي شفت لك تمام عربي شفت لك مسلاتي عربي شفت لك فراوي عربي شفت لك زغاوي عربي شفت لك ارينغاوي عربي كلهم ناس شفت لك دجاوي عربي الناس كلهم عندهم لغات امهات يا زول هو يا بابا ان احنا مهول وما ادينا زول بنيه كده كسرنا له سنونه وبلعنا له لسانه كويس فما بيفهم يعني انا سير اتكلمت لك بلطافه وتلطفت لك الموضوع ما تفهم كده انت راسك فيه مخاخيط ما بتفهم كويس فنحن برضو لما نجي نقول جزء من القبيله دي مجرمين ويطلعوا يتكلموا باسم القبيله انتم مفروض القبيله طوال تطلع وتعمل بيان طوال وتجغموا الناس دي وتقطعوا فيهم شلوت كده الامور ما ماشي التام الشرفاء مع توحيد الزرقاء قدام بس ايوه ما قلت لك اي قبيله في وسخ حتى الادارات الاهليه دي مش اي قبيله عندي ادارات اهليه ما كلهم باعوا مع حميدتي الرؤساء الحركات المسلحه ما باعوا مع حميدتي جنجويد ولا ما جنجويد جنجويد ما تزعل انت ما تزعل هنا الكلام ده من مصلحتك انا بلقى فيه شنو يعني طيب ابابك يا هلا ابابك اكفل الله يفت جنبك اكفل الله يفت جنبك اكفل الله يفت جنبك الله يرضى عليك لا لا ما عندي الواحد قاعد في لوس ماذا؟ قاعد في قاعد بس ما حاجة كده تعرف نحاول أخبارك؟ فضل منور الجروب ومبروك الانتظار اليوم فضل زيد فضلك كيف أخبارك؟ مرحبتين أحمد كثرة كيف؟ مرحبا بك يلا دارين نلتقوا الجرو اكفل الله في جنبك يا جماعه يا ناس ما تكفلوا الله يفات جنبكم ده يا جماعه قفلنا ده بيزل التام قبل شيء خشلك بانه لا ما شغلك ده ما شغلك انت ضيف لنا حاجه بس اتكلم عن كريندينج عن كرينيك عن اي شيء ده شغلي انا ما بخلي زول يجي يدخل لي سامي ايوه خلاص كريم قال لنا الحمد لله اننا نصرنا واشتغلنا شغل جد بس حياتنا قدام بس عملوا حسابكم الليله عملوا حسابكم بتاعت بكره بس الحمد لله عملوا حسابكم باقي الليل ده لانه انا هسه عرضت لكم العربيه مش شفتها ولا ما شفتها شفنا بس العربيه دي هسه مشوره وشحنت بنزين ومرقت وعملوا حسابكم شديد عربات ده انتوا فجروا عربيه اللي استلمتوا ده حتى برضو كان شفتوا كده بعدين بيشيلوا منكم دقوا بس دار بتاعت عربيه ولا احرقوه تمام سلاح الفوق بعد كده ما ندوا فرصه للجنجويد شفتها ايوه بس قدام بس وبعدين قبضتوا عربيه عربيتين ثلاثه عربيه شيلوا السلاح الفوق واحرقوه لو ما بفهمكم اي شلنا طوال لا استلمنا عربيه واحد قدام بس شيلوا السلاح حقه وجنجويد اضربوا انت عارف لو ضربته السنه الجايه ان شاء الله تزرعوا مرتاحين تعيشوا كويسين كلام ود مكه قال لك تضربوا الجنجويد لكي تعيشوا بامان يعني قدروا ما الجنجويد قاعدين معكم والله ما ترتاحوا اي صح تمام والله تحياتنا تسلم شكرا عندك لغه تقدمه والله لغه توماس قريب ما عندنا تمام تسلم شكرا تسلم مرحبتين عليكم السلام مرحبتين كيف حالك ان شاء الله طيب الحمد لله ده كويسين والله يا قدام مثلا تحياتنا فضل رمضان كريم وجمعه سعيد عليك وعلينا مش شايف الخونه دي حجمونا الدنيا جمعه ورمضان لكن الحمد لله نطلق قناه درس والله تعرف
اي والله زي ما قلت قدام بس يا عامل كسلة يا. تحياتنا والله تسلم. مرحبتين. السلام عليكم. حبابك. الله. مرحبا بك. اقفل اللايف جنبك. اقفل اللايف جنبك. عندي رسالة بس دارني قد. تفضل. اولا نترحم لاخواننا الشهداء في كريني. نعم. وتهيئ لابطالنا. نعم. وعندنا بس طلب واحد يعني اول حاجه طبعا صور تقاوى انا الاو غير كده طبعا مثلا بدوري صور تقاوى انا الاو الى صور كده كان جابها وما دارين في ده تمام نعم بس كاكو يا عملوا نايمين الناس من عند الله وليس ليس من 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 يدينا تمام كاكو يا انا ابو كيانا عملوا نايمين بس نعم نعم صور ثانيه ما دارين نعم وتحيات لكم ورسالتي وصلت وان شاء الله مرجونا نصر ناري فوراكم ودارم دوكم الاندرتي فوراكم تسلم والف تحيات لكم جميعا سلام ودم كلاما تمام بس يلا خلاص كده دلوقتي هي الرساله وصلت السلام عليكم تسلم لا لا عندنا نحن عندنا بالكوم بخمسة جنيه لكن شنو؟ ما انا من اول اللايف قلت لك ان احنا صوره بتاعت زول ميت حتى لو حجبنا اكرام الميت دفنه لكن هم لو كتر لنا قنفود بحولوا لنا نحن في جروباتنا بجددوا لنا كده بوب 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 ان احنا سوينا لكم عملنا لكم لكن احنا لا قلنا ده ما مات طبعا زور المات ده جه حجمنا في اوبر دارنا مات آه دفنه مرحبتين